زهراء ملاي، اليوم كنوجه واحد النداء لشي ناس مسؤولين باش يهنئوا معايا المرأة المغربية عامة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة اللي هو 10 أكتوبر. وكنهنئ بصفة خاصة المرأة الصنهاجية. وعلاش الصنهاجية؟ لأني كنتمي لهذيك المنطقة هذه، أنا صنهاجي وأفتخر، وأريد أن بغيت هذه المناسبة هذه أنني نوقف مع البنات ولا الفتيات ديال المتجر ديالي اللي هو دوار أقولمين بمنطقة زناقة. هذه المنطقة اللي كتنتمي للإقليم ورزازات اللي كيعرف إقصاء جغرافي وما بغيناش يعرف إقصاء اجتماعي، خصوصا إقصاء اجتماعي نوعي. النساء عندنا كيوصلوا واحد المستوى دراسي وكيتعذر عليهم أنهم يولجوا الإعداديات والثانويات تزنخت لانها بعيده عليهم، ولان وسائل النقل ما كتوفرش وما عندهمش الامكانيات باش يقدروا يوصلوا لهذه المناطق هذه. ولهذا احنا بغينا ان الاقصاء ما يبقاش كيطالهم يطولهم، لان سيدنا الله ينصرو ما كيدخرش شي جهد انه كيتحول هذوك المناطق، واخا انها معزوله وفك عليها العزله ودار فيها دور ديال الطالبات، دار فيها مراكز اجتماعيه، ولكن للاسف كاينين برامج اللي بقاو في الرفوف في هذه المناطق هذه. كاين اتفاقيات اطار تسنات مع وزاره التربيه والتعليم باش هاد الناس هادو يولجوا للمؤسسات التعليميه عن طريق حافلات ديال النقل المدرسي في اطار المبادره، لكن مع الاسف ما داروش مشاريع في هذا الاطار هذا. وانا كنوجه النداء حاليا للناس اللي مسؤولين، رؤساء اللجان المحليه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في هذا الاطار هذا، باش يفعلوا هذه الاتفاقيات هذه ويحطوها وتخرج الحيز الوجود. كنتاسف على هذه النساء لانهم هما القاطره ديال التنميه. النساء ديال زناقه مشهود لهم في التاريخ، خصوصا بالادوار اللي قامت بهم المراه الصنهاجيه ضد الاستعمار، قامت بانها الجانب الرجل، خدمات وحاربات وجاهدات من اجل الوطنيه ديالها. حنا الان بغينا المراه ترجع وتشارك معنا في قطار ديال التنميه، لان المراه هي الاساس والركيزه ديال التنميه، وسيدنا الله ينصرو بالدستور الجديد عاود عزز المكانه ديالها. وحنا بغينا الفتيات ديالنا في في المنطقه ديال زناقه انهم يولجوا المؤسسات التعليميه ويوصلوا حتى هما لمراكز القرار، وعلاش لا. وانا كغيور على هذه المنطقه هذه لانني كنتمي لها وافتخر بالانتماء ديالي لهذه المنطقه، لان عندها صدى في التاريخ وغيكون عندها ان شاء الله حتى في المستقبل اللي مالا. بمناسبه عيد الوطني للمراه كنعاود نجدد هذا النداء هذا. ما كرهتش هاد الناس المسؤولين على سواء دار الطالبه او لا على كل البرامج اللي كتعنى بالمراه وكتعطيها المكانه اللي كتستحقها، انهم يساندونا ويوقفوا مع جوج ديال البنات كلثومة وجميله باش يولجوا لهاد دار الطالبه. وكاين على غرارهم كاين نساء كثار. انا غير هاد الطلب هذا كنوجهه للمدير ديال المؤسسه، كنوجهه للرئيس ديال الجماعه، وكنوجهه للناس المسؤولين على المبادره الوطنيه للتنميه البشريه باقليم ورزازات، لان ما كاينش غير هاد المدشر، ما كاينش غير هاد المناطق ديال تزناقه، كاين مناطق كثيره اللي طالها الاقصاء والتهميش، وكفانا من التهميش، لاننا حنا كنساء كنطمحوا ان المراه تولج حتى هي المناصب اللي كتستحقها وتكمل القرايه ديالها، والا غتبقى ديما كدور في ديك الحلقه المفرغه وكتبقى ديما عايشه في المجال القروي. لان مساكن هما ما كرهوش يوصلوا لهذا الشيء، ولكن راه الحاجه والفاقه والبرامج اللي ما كتوصلش للمواطن، لان خصنا نخدموا المواطن في القرب باش نحسوا بالمشاكل اللي كيعاني منها. والله ينصر سيدنا وشكرا.